يجوز ان انا اشغل سيلز عندي يعني بنت مثلا تسوق لي للمنتج بتاعي وتجيب العميل بتاعها باي طريقه بقى، يعني انا ماليش دعوه هي بتجيب العميل ازاي. عفوا سؤالك، انا دلوقتي بشغل واحده عندي ايه ماشي، وهي بتجيب لي عملاء يشتروا المنتج بتاعي. طب شغلها ايه انت؟ انا بتاجر في الملابس. هي عملوها ايه؟ ايه يا شيخ؟ عملوها عملها اللي هي بتجيب بتجيب الناس اللي هتشتري الحاجه اللي عندي دي. تمام؟ يعني مسماها الوظيفي، يعني عندك مسوقه ولا ايه بالضبط؟ ايوه مسوقه. مسوقه بتجيبهم بقى باي طريقه، يعني انا ماليش دعوه هي بتجيبهم ازاي، اذا كانت هي متبرجه او اذا كانت هي ايا كان. لا مش ايا كان متبرجه بس. او لا ايا لحظه لحظه يعني، لا في حدود للكلام. إذا كانت تمام. امرأة، إذا كانت امرأة صالحة ومسوقة وتعمل عمل ما في فيه تمام خلاص. لكن إذا كانت جميلة وتخدع الناس وتحضن ده وتبوس ده وتمشي العمل، لا لن نقبل. أنا ماليش دعوة بقى هي بتجيب إزاي يا عم؟ الناس مالكش يعني، دعوة أنا ما إزاي؟ أعرفش. ما أنت اللي موظفها يا أخي الكريم. أنا اللي موظفها بس أنت أنا اللي موظفها، أنت بتصورها يعني هي هتوظف واحدة. أنت كلامك مريب. شافك جايب واحدة غازية ترقص للزباين. صحصح معانا، تأتي واحدة دينة طيبة، تمام. انما تفتن الزباين وتجيبها. عشان ابو بكر الصديق رضي الله عنه كان له عبد وكان يتكهن، فخرج ذات يوم ورجع بطعام اكل منه ابو بكر، فقال لابي بكر: يا ابا بكر، اتدري من أين أتيت بهذا المال طعام؟ قال: لا أدري. قال: تكهنت لألي فلان، يعني راح دجل عليهم ويضرب الرمل ويشوف البخت كلام. فوضع أبو بكر إصبعه في فمه وقاء كل ما في فمه. أنت شوف اللي أنت جايبها، السكرتيرة اللي أنت أعطيتها، إن كلامه مريب من أول لحظة، يقول أنا ما أعرفش بتجيب الفلوس منين. لازم تشوف الموضوع.